السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم اليوم لعبة فيفا انترناشونال سوكر تم انتاج هذه اللعبة عام 1983 على جهاز سيجا جينيسيس. بسم الله. في مباراة ودية، اختار المانيا، لا امريكا، الجزائر، فيه ارجنتين، كاميرون، هونغ كونغ، العراق فيه موجود، إسرائيل، مغرب، دول العرب فيه، قطر، تركيا، خلنا نختار قطر. تقدر تشيل الفاولات، تقدر تضيف اوف سايد، تقدر تشيل برضه. هذا معلك. شوف القوات، 9 9 8 9، قطر 3 1 2 2 1 1 2. تشكيلة، يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا ويجددنا نقدم لكم وصفا كاملا عن مباراة اليوم بين المانيا والمنتخب القطري الشقيق. الحكم يضبط القرعة. بسم الله حتبدأ المباراة الآن. هجمة وتسديد على طول من اللاعب الألماني، لكن وين يا شيخ؟ هدف! الله! هدف المنتخب القطري، هدف مباعد في الدقيقة الأولى. يا السلام عليك! فهد منصور. الألمان ما راح يسكتوا طبعا. فاول وكانت اسفل. منصور حمدي. رقم 7، يا سلام عليك! توماس تولر. لا 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 لا، اللعبة اوت، العب اللعبة قطري. ايش هذا؟ فاول بمكان بعيد عن الكرة. تلعب طويلة وتاخذها مرة ثانية وتسديدة، ويا سلام! كول! الهدف الثاني للمنتخب القطري الشقيق. يا سلام عليك! احلى رقصة كمان. فهد النامور. المهم ما راح يسكتوا طبعا. الله عليك! هدف الثالث على طول. يا سلام يا فهد! اكيد انه فهد هذا. لا والله، كريم بيكالي. وش هندي ده؟
فاول على كرة أسفل. ركنية يطلع حارس المرمى. تلعب طويلة رفع يلا رد حارس المرمى بكل براعة. ركني تاني. ما في أي متابعة. يمسكها حارس المرمى. يا سلام عليك. تلعب طويلة. ايش فيه منتخب الالماني اليوم؟ ماشي هو تسديدة والحارس يا جول. مش ممكن يا شيخ. يا والله المنتخب القطري محظوظ مرة يا شيخ. السلام عليك. هو السلام عليك السحبة. يا هو التاني. ركنية. وشو ذا؟ ايش رايك يا استاذ رامي؟ والله يا اخي مشكلة يا اخي. شكل الحارس حقي انا اللي اتحكم فيه. أربعة اثنين. شيء ما يصدق طبعا. خذ عليك كرت يا حكم. حطه كرت أحمر. يا سلام منصور الحمدي أخذ كرت أحمر. لا والله ما دعت عنا يا شيخ. شوف دهره شلون كاين. ماشي 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 تسديدة حارس. يا سلام عليك. ولد خبطت ولا ايش؟ ماشي. لا لا قدامك ديال اللزوم. هو
يا يا سلام، هو لا يا شيخ. الله، يا سلام عليك، هدف ممتاز، هدف جميل جدا. أربعة ثلاثة، خلص الشوط الأول، بتقدم المنطقة بالقدري 4-3. بسم الله الرحمن الرحيم، يبدأ الشوط الثاني. ما في أي متابعة. فاول حكم كرة اصفر سالم صادق. لا يا حمار. هو دبك هيك. يا جول، هذا بالتعادل. يا سلام عليك، رقم 8. فيليب لامت. 4-4، ما فيش حد احسن من حد. ايش هذا؟ لا هو هو الحكم. صاروخ. صاروخ، لكن حارس المرمى القطري أبدع اليوم. الله، الخامس، رقم 8. خمسة أربعة. السادس، يا الهدف السادس، واحلى رقصه كمان. كرت يا حكم، كرت احمر. جول.
سبعة أربعة. وكانت أسوأ كمان كريم بكريم. لا شوت يا حيوان، وين رايح يا بويا؟ يا سلام يا حارس. فيليب كان أوبرا كان قصدي يا يا شيل يا شيخ بيمشي ماتيوس جول. ثمانية أربعة. هدف هدف. تدري ما في شيء يسرع، ما في شيء يسرع، بس امشي كذا على عماك. اسحبوا. صفقلك هذا النمور لاعب جميل جدا. خمسة أربعة. يا كانت أسفل كمان علي بن محمود. يا سلام يا راس. هو من زاوية بعيدة على حارس المرمى. انفراد فاول. يا جول رقم 16. رودي عشرة خمسة. يا فهد النمرود يا سلام عليك. عشرة ستة.
شيخ براين بلانك. ها يا شيخ يا سلام وين نهاية المولاة فاز المتابع المالي وين كنا نكون خلصنا من اللعبة فيفا انترناشونال سوكر. كان معكم رامي الكديري، شكرا للمتابعة.